أهلا بكم سيداتي وسادتي مع نشرة الأحوال الجوية اليوم. سيكون الجو رائعا هذا اليوم، وهذا يسر القائمين على الحفل الجماعي في ساحة المدينة. الدعوة عامة لجميع سكان المدينة. سوف نذهب جميعنا لحضور هذا الحفل. أجل، وسأكتب عنه في صحيفة المدرسة. أنا واثقة بأنه سيكون حفلا رائعا مثل سابقه. هل ستكتبين عني أنا أيضا؟ لا، لن أكتب عن الناس، بل سأكتب عن الحفل. هكذا إذن. هذا يذكرني بالحفل قبل 15 عاما. ماذا حدث فيه؟ حدثت أشياء رائعة جدا. حدثينا عنه. سأخبرك، كان ذلك الحفل كبيرا جدا. كان الجو لطيفا في تلك الليلة، شاركت فيه المدينة من أولها إلى آخرها. لقد كان حفلا لم تشهد المدينة مثله من قبل، فقد كان حفلا للتكافل الأسري. كان رائعا، تكافلت فيه أسر كثيرة لإقامة الحفل. وكيف كان شعورك؟ ها؟ كان شعورا رائعا، فقد أحسسنا بأن المدينة أسرة واحدة. ما أروع أن تكون المدينة كالأسرة الواحدة. العودة إلى الماضي. تأخرت، أنت تعلم أننا ننتظرك هنا. أنا آسف جدا، لقد قابلت ريحان ونعنع في الطريق. أخواي؟ أجل، لديهما رغبة كبيرة في مشاهدة حلقة قديمة جدا من مسلسل الأسرة الفضائية باسم فتى الفضاء في ليلة احتفال كبير منذ 15 عاما. إنها قديمة. أجل، لكنني لا أعلم سبب رغبتهما في مشاهدة هذه الحلقة الخاصة. ولكن هل سنحت لك الفرصة لمشاهدة هذه الحلقة يا نغم؟ لا، إنها نادرة وذلك من سوء حظي، لذا لم أتمكن من مشاهدتها. لدي اقتراح لكم، لما لا نكتب عنها في صحيفة الوردة البيضاء المدرسية؟ ما رأيكم ها؟ لا ترمقوني بهذه النظرة. لن نتمكن من مشاهدة تلك الحلقة القديمة. لن نعثر عليها. الولد الفضائي! هيا نسأله إذن. مرحبا. مرحبا. أين أمي وأبي؟ ذهبا للتسوق معا. هيا أنتما لماذا تقفان هكذا؟ لا 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 شيء. لا تكذبا، أخبرني نغم بكل شيء. هيا أخبراني، ماذا تنتظران؟ أجيبا بسرعة. حاضر حاضر، سنخبرك. وعدنا فتى الفضاء بمشاهدة الحلقة هذه الليلة. صحيح؟ سؤال غريب، انظري هنا حتى تعرفي. ماذا؟ لقد انتقلنا إلى الماضي حقا، وبالتحديد إلى اليوم نفسه الذي حدثتنا عنه أمي. كان الجو لطيفا في تلك الليلة، شاركت فيه المدينة من أولها إلى آخرها. كان حفلا لم تشهد المدينة له مثيلا، لأنه كان يوما للتكافل الأسري. هذا صحيح، ترى هل سنرى الحوادث نفسها هذا اليوم؟
هيا بنا يا غيمة. إلى أين؟ سأتحقق بنفسي. ساندي انتظري. ساندي سوف يعيدوننا بعد نهاية عرض الأسرة الفضائية. يجب أن تعودي في الموعد المحدد. إذن هكذا كانت تبدو المدينة قبل 15 عاما. وهل كان أبوك وأمك يعيشان هنا؟ أظن ذلك. وأنت أيضا؟ لم أكن قد ولدت بعد، لأن هذا التاريخ كان قبل أن يتزوجا. حقا؟ إذن لم تكوني مولودة؟ ألا تفهم؟ قلت لك أن والداي لم يكونا متزوجين. فهمت، لقد ولدت فيما بعد. لم تختلف المدينة عما هي عليه الآن. انظر. ماذا يا ساندي؟ هذه الدمية إنها نادرة جدا وتكلف كثيرا، لكنها معروضة هنا ب50 قطعة نقدية. إنها رخيصة، سأشتريها ثم سأبيعها عندما أعود إلى زمني. لكن ليس معي سوى 20 قطعة. أبي! ماذا حدث؟ لا شيء. مرحبا يا صديقي، أرى أن معك لعبة جديدة. أجل، انظر إليها، إنها رائعة. لعبة؟ إن حبه للألعاب قديم. أجل، هذا ما يبدو لي. ليست مفاجأة. لم يتغير أبي. إنه هناك. أمي! مرحبا، أنا آسفة، ألن تذهب معنا إلى الحفل الجماعي؟ الحفل؟ سيحتفل جميع الناس، وهناك ألعاب نارية رائعة. هاي، صدقني سيكون حفلا رائعا لم ترى المدينة مثله. لم لا؟ دعنا نذهب إلى الحفل. لكنني أرغب في مشاهدة مسلسل الأسرة الفضائية، سيعرض اليوم على التلفاز. ما الذي تقوله؟ تشاهد الرسوم المتحركة؟ أنا آسفة إذن، لم أكن أعلم أنك مشغول الليلة. لا تؤاخذني أرجوك. انتظريني، سأحضر هذا الحفل. لما لم تحضر الحفل؟ هاي أبي، أقصد يمن بمثابة أبي، لما لم تحضر الحفل؟ لكنني مرتبط بعمل الليلة، لن أتمكن من الحضور. ماذا دهاك؟ المسلسل الأسرة الفضائية أهم من الحفل الجماعي. أنا لم أقصد ذلك. إن لم يذهب سيعدونه إنسانا غير اجتماعي. اسمع، مشاهدة المسلسل ليست أهم من الحفل، عليك أن تذهب إليه. عدني بذلك. أعدك بذلك. لا يزال هناك وقت على عرض المسلسل. أجل، كلامك صحيح. ماذا سنفعل؟ نتمشى في أرجاء المدينة. هيا بنا. سأشجعه حتى يتمكن من حضور هذا الحفل الليلة، إن تركته لن يذهب وستغضب أمي عليه كثيرا. مرحبا أختي العزيزة، فيما تفكرين؟ تبدين حزينة، ماذا جرى لك؟ حالي والد لوز. أجل، إنه هو. ما الأمر؟ أنت بخير؟ تحتاجين إلى أي مساعدة؟ لكن إن خالي يعرض عليها المساعدة. انتظر لحظة، لا تصدر ضجة، أريد أن أسمع إن كانت أمي ستشكو إليه ما قاله أبي لها. لا أظنها ستفعل ذلك وتحرجه. لما يشغلك هذا يا ساندي؟ لأنني لا أحب أن تكون أمي سببا للخلاف بين أبي وخالي. ولماذا يختلف أبوك وخالك؟ لأنه أزعج أمي، لا أحب أن أرى الخلاف بينهما أبدا. هاي، مرحبا. من أين جئتما بألعاب الأسرة الفضائية؟ أبي، إنها رائعة جدا، ولكن لم يسبق لي أن رأيتها من قبل. في الحقيقة اشتريناها من دكان الألعاب. دكان الألعاب في مدينتنا؟ مدينتنا نحن التي نعيش فيها. هل قطعتم كل تلك المسافة إلى هنا لمشاهدة المسلسل؟ أجل. حسناً إذن، سأصطحبكما معي إلى مبنى المحطة الفضائية لمشاهدة المسلسل. إلى المحطة؟
أجل، ستعرض اليوم حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال الجماعي، هل ستأتيان معي؟ لكن هل نستطيع زيارة المحطة من دون إذن؟ لا علم لي بذلك، لكنني سأتدبر الأمر. سوف نكون شاكرين لك كثيرا، أنت رائع، حققت لنا حلمنا. على الرحب والسعة، هذا شيء بسيط. لكن الحلقة ستبث على الهواء مباشرة، أرجو أن تبقيا هادئين وأنتما داخل الاستوديو، مفهوم؟ لا أصدق، لقد وعدني أبي بالمجيء إلى هنا، لما تأخر؟ ترى هل نسي الوعد الذي قطعه لي كعادته؟ أجل، أظن أنه نسي وعده. هذا رائع، لا أصدق أننا سوف نشاهد الحلقة. لا لا، صدق ذلك. انظرا، هذا هو الحوت الذي ظهر في حلقة الفك الفضائي. رائع، انظر، هذه هي بيزة فتى الفضاء. هاتها، سأجربها. تجربها؟ أجل، أستطيع ارتداءها. سأرتدي هذا إذن. وأنا سأرتدي هذا. هاي أنتم، سنبدأ التسجيل. هاي استعد، سنصور. ما هذا؟ أبي فتى فضاء. هيا بنا نصره يا غيمة. أين أبي يا ترى؟ ساندي، غيمة. هذا نحن. ماذا تفعلان هنا؟ لقد جئنا مع أبي، إنه هناك. ما هذا الكلام؟ ذاك هو. يبدو أن فتى الفضاء مختلفا، ألا ترى ذلك مثلي أيضا؟ أجل، تعجبني تلقائيته. لا أظن أن في إمكاني اصطحابه الآن. ماذا ستفعلين الآن؟ دعينا نحضر الحفلة معا يا أختي. أنا آسفة، علي العودة إلى البيت في الحال. وداعا. إنها رسالة من أبي، يطلب فيها الاعتذار من أمي وسيقرأها على الهواء مباشرة. هذا شيء فظيع، تفصلنا لحظات عن بدء الاحتفال، المحرك لا يزال معطلا. ماذا سنفعل؟ ألن نتمكن من رؤية شروق الشمس في الفضاء؟ لقد تغير دورك وهذا هو الدور الجديد. لكن يا ساندي، هل ستشاهد أمي المسلسل؟ أرجو ذلك. وأنا أيضا أتمنى أن تشاهد المسلسل. لقد تحققت توقعات تلك الفتاة عن حال الجو. يا إلهي، لن تتمكن أسرتنا الفضائية من المشاركة في الحفل. الأسرة الفضائية؟ أنا آسف، لقد تأخرت. من هذا؟ الممثل الذي يؤدي دور فتى الفضاء. حدث معي حادث سير، أخرني. ومن يكون إذن ذلك الذي أدى الدور؟ أبي. هاي، قل لنا من أنت؟ اقرأ الرسالة. أنا آسف جدا، لم أتمكن من حضور الحفل الجماعي. أعذريني إن كنت قد أحرجتك اليوم، من فضلك تقبل اعتذاري.
هيا نعد بسرعة يا ساندي، وإلا فلن نعود إلى زمننا. كم تبقى لنا الوقت؟ لا أعلم، لدينا 10 دقائق. لماذا لم تخبرني من قبل؟ ظننت أن الوقت لدينا طويل. لنسرع. ليس هذا وقت الشجارية. أرجو أن نصل في الموعد المحدد، وإلا كلنا معك. كيف توقعت أن الأمطار ستسقط هذا المساء؟ كان ما توقعته صحيحاً تماماً. أسرع أرجوك، سأخبرك فيما بعد. سوف أبذل ما في وسعي. أخبريني أرجوك، كيف عرفت أن الأمطار ستهطل بغزارة؟ هل أنت من الأرصاد؟ لماذا تصر على ذلك؟ وماذا ستجني من معرفتك للإجابة؟ أنا أدرس الأرصاد الجوية، واسمي هو شمسي. هل عرفت ما هو السبب؟ السيد شمسي. شكرا لك يا سيدي، سنلتقي بعد 15 عاما. انتظري، لم تخبريني كيف عرفتي. عملت جاهدة كي أساعد أمي. هل تمكنت من مشاهدة الحلقة تلك الليلة؟ ساندي، أسرعي وافتحي الباب. لكن ما العمل لو لم تشاهدها ولم تسمع أبي وهو يعتذر؟ ماذا بك يا ساندي؟ انظر إلى هذا، لقد اشترت لي لعبا كثيرة جدا. لم أعلم بعد ما حدث مع أمي. هل شاهدت أبي على التلفاز وهو يقرأ لها اعتذاره؟ ليس مهما، المهم أنهما الآن معا. أجل، هذا يكفي. ساندي، هيا أسرعي. أمي، لماذا قررت ألا تحضري الحفلة مع خالي؟ لقد كنت منزعجة مما قاله أبوك. ولكن كيف قبلت اعتذاره؟ يمكنك أن تقولي قبلته، وهناك سبب آخر. سبب آخر؟ لقد كان أبوك إنسانا طيبا، وهذا ما دعاني إلى أن أعذره. لقد تأخرنا، هيا أسرع، سيبدأ العد التنازلي الآن. وستكون أول خبطاتنا للسنة الجديدة، إذ يتصرف غيمة بغرابة. إذا أردتم معرفة ما سيحدث، تابعوا الحلقة القادمة ولا تفوتوها. نحن في انتظاركم.